بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله يا جماعه في الفيديو ده هنتكلم عن مجالات الاي تي. الكلام ده هيبقى موجه للناس اللي هم محتارين اخش في اي مجال في الاي تي. مجالات الاي تي متعدده، في ناس تقول لك لا يا عم خش في البرمجه، لا يا عم خش في الشبكات، لا يا عم خش في الادمنستريشن. هو ايه الفرق بينهم؟ ليه؟ علشان انت ما تضيعش وقتك في حاجه انت ما انتش عارف اخرتها ايه. وصلت الفكره؟ فده شيء مهم قوي، لازم تعرف الحاجه دي هتوصلك لايه في الاخر، ومش كده وبس، هتشتغل فيها ايه برضو، مش كده وبس، لازم تعرف هتطور نفسك فيها ازاي، صح ولا لا، بحيث ان انت بعد 5 6 سنين هتلاقي نفسك ايه. وصلت؟ ده شيء مهم قوي يا جماعه، شيء مهم قوي 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 قوي. طيب، وده اللي انا عايز ابتديه معاك النهارده في الفيديو ده. انا طبعا هتكلم عن اشهر مجالات الاي تي، اشهر مجالات الاي تي من حيث ايه، الوظيفه اللي انت تشتغلها اسمها ايه، طيب هتعمل فيها ايه، طيب الكورسات اللي انا اخدها، انا بقول اشهر الكورسات اللي انت هتاخدها علشان توصل لهذه الوظيفه. طيب الحاجه دي بقى عشان نبدا فيها، تعالى نشرحها باسلوب بسيط قوي. بص كده معايا، لو انت مثلا عندك شركه، الشركه دي شغاله بنظام مانوال. يعني ايه مانوال؟ يعني مثلا لو واحد عايز يعرف هو قيمته كام، يروح على موظف زميله، موظف زميله دول في شؤون العاملين، يقوم يفتح دفتر، والدفتر ده بقى يقعد يجمع ويطرح هو، وعلى حسب بقى ممكن يطلع الموظف اساسا مديون، صح ولا لا؟ ليه؟ غلط، الراجل اللي بيحسب اخطا، فما عادش يعني ما عادش حد شغال بالاسلوب ده. الدنيا بقت ماشيه ايه بقى؟ كمبيوترايزد. يعني ايه كمبيوترايزد؟ يعني في برنامج بيجمع ويطرح ويطلع لك الراجل ده غاب قد ايه، نخصم منه قد ايه، ونطلع له الناتج في الاخر، والله نقول له والله انت هتقبض قد كده. طيب حاجه زي دي لو في شركه عايزه تبتديها من الصفر، شركه شغاله مانوال وعايزه تبتدي بقى في ايه، في موضوع التكنولوجي دي، يشتغل ازاي؟ اول حاجه محتاج اجهزه كمبيوتر، صح ولا لا؟ بمنتهى البساطه، اجهزه الكمبيوتر اهي، ادي جهاز وادي جهاز وادي جهاز تاني اهو. اجهزه الكمبيوتر دي اول حاجه الشركه هتجيب اجهزه الكمبيوتر عشان البرنامج يشتغل، صح ولا لا؟ تمام. الاجهزه دي مش ممكن تعطل، يعني ايه؟ يعني مثلا الرامات تهنج، كارت الشاشه، كلام من ده، صح ولا لا؟ تحتاج ويندوز، كل الحاجات دي، ايوه، في شخص يبقى مسؤول عنها، مسؤول ان هو يعمل صيانه لهذه الاجهزه. الصيانه دي بنعملها ازاي؟ دي اول مجال بقى في الاي تي، اول مجال في الايه؟ في الاي تي. اقدر اقول عليه اللي هو تكنيكال سبورت. تكنيكال ايه؟ سبورت. يعني ايه تكنيكال سبورت؟ اول حاجه الراجل دون مسؤوليته ان هو يعمل صيانه للاجهزه. يعني ايه صيانه للاجهزه؟ يعني يشوف الجهاز ده زي ما احنا قلنا، مثلا ايه راماته، الحاجه مهنجه، كلام من ده. طيب عشان يبقى تكنيكال سبورت محتاج ايه؟ محتاج كورس مهم قوي اسمه اي بلس. الاي بلس دون يعلمك بقى مكونات جهاز الكمبيوتر، طيب والبروسيسور ده عباره عن ايه، طيب والرامات دي عباره عن ايه، ويعني ايه ماذر بورد والباسز بتاعه الماذر بورد. ده الكورس، ده الكورس ده لو انت خدته تبقى راجل تكنيكال ايه؟ سبورت. طيب بص كده معايا، دي اول حاجه. ثاني حاجه ايه؟ طب الاجهزه دي مش هتبقى متوصله مع بعض بشبكه، صح ولا لا؟ ليه؟ بحيث ده مثلا عايز يبعت حاجه لده، ده عايز يبعت حاجه لده، عشان يكونكت على البرنامج اللي هو عايزه، صح؟ يبقى لازم في نتورك في النص. النتورك دي مسؤوليه مين؟ التكنيكال سبورت برضه قال لك لا، ده راجل بيقول عليه نتورك ادمنستريتور. بيقول عليه نتورك ادمنستريتور، راجل مدير شبكه. يعني ايه مدير شبكه؟ يعني الراجل ده مسؤوليته اللي هو يعمل ديزاين للشبكه بتاعته. يقول لك مثلا الاداره دي، ايوه من حقها تشوف الاداره دي في الشبكه، لكن الاداره دي مش من حقها تشوف الاداره دي كده. يعني يديزاين الشبكه بتاعتك، يحط هب، يحط سويتش، يحط راوتر، كل الكلام دون، ايوه من حقه ان هو يعمله، ودي وظيفته. طيب ايه اشهر الكورسات اللي بتعمل الموضوع دون؟ طبعا من اشهر كورسات اللي هي الكورسات بتاع السيسكو، صح ولا ليه؟ سي سي ان اي وسي سي ان بي، انا بقول من اشهر، لكن مش هو الكورسات الوحيد. في جينيبر مثلا، الناس بتوع الشبكات يفهموا الكلام ده كويس، في جينيبر، في ستري كوم، في سيسكو معايا، لكن الاشهر هو مين؟ هو سيسكو. طيب زائد بقى اللي هو السكيورتي، زائد السكيورتي بتاعت الشبكه، كل دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الراجل اللي هو النتورك ادمنستريتور. ايه كمان؟ خد بالك من حاجه بقى، ايه؟ طب احنا جبنا البرنامج، بنحط على حاجه اسمها ايه؟ بنحط على حاجه اسمها سيرفر. طيب السيرفر ده لو انت اتكلمت عنه، ايوه، قال لك والله هو جهاز يحتوي على البرنامج بتاعك عشان الناس تكونكت وتجيب منه البيانات، صح كده؟ طيب الجهاز ده مش عليه اوبريتنج سيستم؟ افرض حد مثلا، ايوه، الجهاز ده طبعا هيبقى عليه داتا بيز مثلا بتاعت الشركه مثلا يعني. طيب الجهاز ده مثلا مش نازل عليه اوبريتنج سيستم؟ تمام. طب الاوبريتنج سيستم ده افرض حد مثلا عمل هاكينج عليه، ينفع؟
لا طبعا ما ينفعش. يبقى انا لازم الاوبريتنج سيستم، انا بتكلم على الاوبريتنج سيستم اللي هيبقى نازل عليه البرنامج والداتا بيس بتاعتك. الاوبريتنج سيستم ده انت المفروض اي حد ياخد باله منه. يعني ايه ياخد باله؟ ان السيستم ده ما يعملش ما فيش حد يعمل هاكينج عليه، دي حاجه. مثلا الاوبريتنج سيستم ده يبقى على طول مثلا ايه ابديتد، يعني ايه ما فيش فيروسات، لازم حد ياخد باله منها، صح؟ دي بقى شغلانه بيقولوا عليها ايه؟ الادمن. الادمن في كذا نوع. في اول حاجه هي يقول لك سيستم ادمنستريتور. سيستم ادمنستريتور ده وظيفته اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، اللي هو ياخد باله من الاوبريتنج سيستم بمنتهى البساطه. وصلت الفكره؟ مفيش حد يهاكنج عليه، مفيش حد يعمل كل الكلام ده. اشهر الكورسات بتاعته زي ايه؟ زي الام سي اس اي والام سي اس اي اللي هي دلوقتي اللي هي الام سي في اي تي اللي هي بتاعت مايكروسوفت دي. زائد برضه في كورسات برضه اللي هي بتاعت ريد هات اللي هي لينكس اللي هي ار اتش سي اي اللي هي بتاعت ريد هات اللي هي خاصه باللينكس. ففي اوبريتنج سيستم ويندوز وفي لينكس. طيب على حسب بقى زي ما انت عايز. طيب بس وظيفته في الاخر ايه؟ ده يشتغل على لينكس وده يشتغل على ايه؟ على بتاع اللي هو الويندوز بتاع مايكروسوفت. طيب عرفنا مهمته ايه؟ طب في حاجه كمان ايه؟ خد بالك بقى، مش في داتا بيز؟ الداتا بيز دي مش المفروض حد ياخد باله منها؟ يعني ايه؟ يعني الداتا بيز دي المفروض حد يرفع منها رقم، ياخد منها رقم، كل الكلام اللطيف ده، صح ولا لا؟ ففي حاجه اسمها داتا بيز ادمنستريتور. وصلت الفكره؟ اهو داتا بيز ادمنستريتور. الداتا بيز ادمنستريتور دون تلاحظ كلمه ادمن، يعني على طول كده تحس ان هي ايه؟ يعني اول ما تسمع كلمه ادمن تعرف ان هو بياخد باله من الحاجه دي. يعني نتورك ادمنستريشن ياخد باله من الايه؟ من النتورك، السكيورتي بتاعها، مين يشوف مين، الكلام ده كله. ادمن او سيستم ادمنستريتور ياخد باله من الاوبريتنج سيستم اللي هو واخد على ايه؟ اللي هو شغال عليه، لو هو مثلا شغال على لينكس او على اوبريتنج سيستم زي مثلا الويندوز. طيب داتا بيز ادمنستريتور ياخد باله من الداتا بيز، يعني ايه ياخد باله من الداتا بيز؟ ما هيفرض الداتا بيز دي وقعت، صح ولا لا؟ يبقى المفروض يسطبها من الاول، ايوه، ويجيب الباك اب، يعمل له ايه؟ يعني ريكفري. الحاجات دي كلها المفروض من مسؤوليه مين؟ الداتا بيز ادمنستريتور. هتقول لي دي تبقى مسؤوليه، الادمن مسؤوليه، صح ولا لا؟ المسؤوليه بتاعته ان هو ياخد باله من الحاجه دي. وصلت الفكره؟ يا قول تاني. يبقى في تكنيكال سبورت ياخد باله من الاجهزه، بتاع الشبكه يعمل الشبكه وديزاين الشبكه والسكيورتي بتاع الشبكه والكلام ده كله. طيب السيرفر، السيرفر ده نازل عليه اوبريتنج سيستم، صح ولا لا؟ يبقى لازم حد ياخد باله من الاوبريتنج سيستم. طيب الداتا بيز اللي على الاوبريتنج سيستم دي، يبقى لازم حد ياخد باله من الداتا بيز، يرفع باك اب، يشيل باك اب، يشوف مين اللي داخل مين اللي خارج، كل الكلام ده. طيب ايه كمان؟ البروجرامنج. يعني ايه البروجرامنج؟ انت ملاحظ في كلامي الاولاني قلت إيه؟ الشركه اشترت برنامج او هي عملت برنامج. البرنامج ده مش المفروض في ناس هتعمله؟ وده الفرع الرابع. ايه الفرع الرابع دون؟ ايوه، اللي هي البروجرامنج. ودي راجل بيقولوا عليه سوفت وير انجينير، سوفت وير ديفلوبر. الراجل ده مسؤوليته ان هو يعمل برنامج، اللي هو يعمل ايه؟ برنامج. خد بالك بقى من حاجه مهمه بقى، ايه؟ عشان العمليه ما تتوهش منك، البرنامج اللي هيتعمل ده لا اما هيبقى ديسك توب ابلكيشن، لا اما هيبقى ويب ابلكيشن، يا اما هيبقى موبايل ابلكيشن. الديسك توب ابلكيشن، ايوه، ده برنامج، ايوه، يستطب على كل جهاز. زي ايه؟ زي الوين ام. الوين ام لو انت سطبته على الجهاز الاولاني بتاعك وجي اخوك عايز يشغل برضو الفايل، فايلات ام بي 3، هتعمل ايه؟ هتسطب له الوين امب تاني. يبقى اذا ده الوين امب لازم يتسطب على كل جهاز، او ده ديسك توب ابلكيشن، ده ديسك توب ايه؟ ابلكيشن. طبعا العمليه مع تطور البرمجه وتطور المنشات والحاجات دي كلها ما ينفعش الكلام ده. افرض عندي مثلا 50 كلاينت، 50 جهاز، هقعد الف عليهم كلهم؟ طبعا الموضوع بيبقى صعب. فعملوا حاجه اسمها ويب ابلكيشن زي الفيسبوك، احط البرنامج على جهاز وباقي الاجهزه تفتح البرنامج ده زي الفيسبوك كده. انت عمرك سمعت عن حاجه اسمها تعالى سطب لي الفيسبوك؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الفيسبوك ما بيسطبش، ده ويب ايه؟ ويب ابلكيشن. خد بالك بقى في حته الايه؟ الويب دي، في حاجه اسمها ويب ديفلوبر وفي حاجه اسمها ويب ديزاينر. تعالى نتكلم عن الويب ديزاين الاول. الويب ديزاين هو الراجل اللي بيعمل الايه؟ الشكل بتاع الموقع، الشكل بتاع البرنامج. يعني ايه شكل البرنامج؟ يعني مثلا الفيسبوك ده مش شكله حلو، في واحد ديزاينر عمله، لكن لما تتك على اللوجن مش في كود بيتنفذ؟ اللوجن ده في واحد ديفلوبر عمل. الديفلوبر هو المبرمج.
اما الديزاينر هو مصمم الشكل، فدي مهنه ودي مهنه. بالظبط. الديفلوبر زي ايه؟ زي مثلا البي اتش بي معايا يا جماعه، زي مثلا الاي اس بي، زي مثلا الجافا اللي هو بيقولوا عليها الجي اس بي معايا. كل الحاجات دي اقدر ابرمج بيها الموقع بتاعي او الابلكيشن بتاعي. فبستنى بقى الديزاينر، الديزاينر ده لازم يتعلم ايه؟ يتعلم اتش تي ام ال، يتعلم سي اس اس، يتعلم فوتوشوب، يعني يتعلم جافا سكريبت. كل الحاجات دي من مهمه الايه؟ الديزاينر. طيب الموبايل، الموبايل بمنتهى البساطه ايوه، ان انا اعمل برنامج يشتغل على الايه؟ على الموبايل. اشهر الموضوع دول، اشهر حاجه في المواضيع دي زي الاي او اس بتاع ابل، او مثلا على اللي هو الاندرويد. طيب الاندرويد شغال بلغه الجافا، اما اي او اس شغال بحاجه اسمها اوبجكتيف سي. يبقى كل حاجه ايه؟ بتعمل لك نوع من الابلكيشن على حسب بقى الشركه. في ناس يقول لك لا يا عم انا هعمل البرنامج بتاعي بالجافا، لا يا عم انا هعمل البرنامج بتاعي بالسي شارب. معايا؟ طيب السي شارب برضه ليها اس بي، سي شارب. طيب الديسك توب ابلكيشن بيتعمل بايه؟ لا بلغات كتيره، بيتعمل بالسي شارب، بيتعمل بالجافا، بالسي بلس بلس، كل الحاجات دي. يبقى كل دول جزء الايه؟ جزء البرمجه، في ديزاين وفي ديفلوبرز. ايه كمان؟ الشركه بتاعتك دي، الشركه بتاعتك دي مثلا جاي لها برنامج في الاتش ار، مش لازم حد يقعد مع الاداره بتاعت الاتش ار دي يعني يفهم ايه متطلباتهم علشان يقعد يحققها في البرنامج. في اداره اسمها اتش ار، شؤون العاملين. الاداره دي يعني عندها شغل، دفاتر وورق وكلام من. وفي ناس مبرمجين، الناس المبرمجين دول هيعملوا البرنامج للناس دول، صح بتوع الاتش ار، صح ولا لا؟ تمام. طب الناس المبرمجين دول ما يفهموش شؤون عامل، ما يعرفوش المرتب بيتحسب ازاي، الاجازات، العلاوات، الجزاءات، ما يعرفوش الكلام ده. فبيجي ناس في النص، الناس دول يا جماعه يقعد مع الناس بتوع الاتش ار، ياخد منهم هم عايزين ايه، ويروح للراجل المبرمج يفهمه الناس دي عايزه ايه. الراجل ده بيقولوا عليه سيستم اناليسيس. الراجل ده بيقولوا عليه ايه؟ سيستم اناليسيس. خد بالك بقى. يبقى انت دلوقتي حاجه من الخمسه دول. انا بقول اشهر المجالات، بقول اشهر الايه؟ المجالات. تكنيكال سبورت يعمل صيانه للاجهزه. طيب نتورك ايوه، يصمم الشبكه ويشوف مين هيشوف مين. طيب الادمنستريشن فيها كذا حاجه، ايه؟ في النتورك ادمنستريشن، في السيستم ادمنستريشن، في الداتابيز ادمنستريشن. طيب البروجرامنج فروعها كتير، ديسك توب ابلكيشن، ويب ابلكيشن، وموبايل ايه؟ ابلكيشن. الديسك توب بتتعمل باي لغه؟ بتتعمل بالجافا، بالسي شارب، بالبايثون، باي لغه. الويب برضو كذلك، في ديفلوبر وفي ايه؟ ديزاينر. الديفلوبر ايوه يتعمل باشهر اللغات اللي انت قدامك دي. اما الايه؟ الديزاين لازم اتش تي ام ال، جافا سكريبت، الحاجات دي كلها. الموبايل في الاندرويد وفي الاي او اس الاشهر. طيب وبعدين السيستم اناليسيز لسه قايلين وظيفته. انت بقى واجب عليك ايه؟ انت واجب عليك تحدد انت عايز اي واحده فيهم، انت حابب اي مجال في دول، وما تبصش للعائد المادي. العائد المادي بيجي لوحده، بس لازم انت متميز في الحاجه بتاعتك، لازم تاخدها من الالف للياء وتبقى فاهمها كويس عشان يقدر يخش لك عائد مادي محترم. غير كده بقى ايوه وانت قاعد لا ده النتورك احسن، ليه؟ فلوسها كتير. لا اصل البروجرامنج احسن برضه، ليه؟ فلوسها برضه كتير. كلهم فيهم فلوس وعائد مادي كويس. اهم حاجه ان انت تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي وحابب الحاجه اللي انت شغالها. واحد يقول لا يا عم اصل الشبكات صعبه، لا يا عم اصل البروجرامنج صعبه، لا يا عم اصل دي اسهل. مفيش حاجه اسمها صعبه وسهله، كل واحده فيها الايه؟ فيها الحاجه الصعبه وفيها الحاجه الايه؟ السهله. واجب عليك ان انت تعمل ايه بقى؟ تشوف الحاجه اللي انت حاببها، ان انت تقدر تتميز فيها، ان انت تقدر تدي فيها. ليه؟ علشان تقدر يخش لك عائد مادي كويس. لكن لو بصيت على العائد المادي من الاول صدقني هتتلخبط وهتحس ان انت قاعد حزين ما انتش عارف رايح فين ولا جاي منين. فانصحك ان انت بعد الفيديو دول تقعد تمسك ورقه وقلم وتشوف انت حابب اي مجال من المجالات دي. في مجالات تانية في مجالات تانية، بس مش موضوعنا هنا، مواضيع ادفانسد شويه. وحاجه كمان مهمه، انت لازم تاخد الحاجه لاخرها. يعني ايه الاخرها؟ يعني ما تبداش مثلا في الجافا ايوه وشويه وبعد كده خلاص. لا الكلام دون ما ينفعش. او تبدا في السي شارب، لا 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 ما ينفعش. لازم انت بقى تاخد الحاجه الايه الاخرها. زي ما انا قلت ان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء بتاع البروجرامنج بتاعنا، هنتكلم خصيصا عن الجافا، مجالات الجافا والجافا دي عباره عن ايه، وبعد كده مجالات اوريكل عموما، ايه اوريكل،
ايه الاوريكل ديفلوبر، ايه الداتا بيس ادمنستريشن، ايه الاي ار بي، يعني ايه اي ار بي وايه العلاقه بينهم، كل الكلام دون انا هقوله، بس بقى ايه هفوكس على الاوريكل. عشان كده انا حبيت اعمل الفيديو دون بحيث ان انت لما تيجي تكمل تبقى عارف انت بتكمل فين. وصلت الفكره؟ ما كانش حابب البرمجه شوف اي فرع تاني، ما كانش حابب الشبكه شوف اي فرع تاني، اهم حاجه ان انت لما تبدا بحاجه لازم تبقى انت حاببها. طيب بكده انا ابقى خلصت الفيديو بتاعي، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.